اتهامات أوكرانية بتنفيذ روسيا قصفاً ينتهك الأعراف الدولية، وذلك باستخدامها قنابل فسفورية ضد البنية التحتية في قرية بازروكي في منطقة خاركيف. المسؤولون المحليون وصفوا القصف بأنه الأعنف منذ الأيام الأولى للحرب، وهو ما تسبب في تدمير 16 منزلاً. في الأيام الثلاثة الماضية عدد القذائف التي أطلقوها على بلدات هرومادا لم يطلق منذ الأيام الأولى للحرب. استخدم الروس ذخائر قذائف الفوسفور العنقودية على البنية التحتية المدنية. أكدت السلطات المحلية أنه لم يلحق أي أذى بالمدنيين جراء الهجمات، في وقت تم إجلاء العديد منهم بالفعل. كان على رجال الإنقاذ التعامل بسرعة مع جميع الحرائق في المباني السكنية، مع التأكيد على عدم السماح للنيران بالانتشار إلى المباني الأخرى. سبق واتهمت كييف موسكو باستخدام القنابل الفسفورية الحارقة في منطقة لوغانسك، ولم تصدر روسيا حتى الآن تعليقا على هجومها الأخير.